وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بذلك أي بأنه كلام بأنه غير مخلوق دان الأتقياء من الأئمة، دانوا يعني اعتقدوه، دانوا يعني اعتقدوا هذا القول، وأفصحوا أظهروه للناس، وقالوا القرآن منزل غير مخلوق، ما سكتوا، قالوا هذه آراء، وخلوا الناس على حرية الكلمة حرية الرأي، بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح، وناظروا وجادلوا ألفوا وكتبوا في رد هذا القول بخطورته وشناعته وتنقصهم لله عز وجل. فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا به. نعم.